سلطانك جود ايه قبل كسلة للسلطان علي وبر عوالي او اي وهيليان قار كميدا عقاشت الدقمدة حريرت ايه قبل كسلة او ما تشير جرائد قبط الدقمدة حريرت ايا وحا اي كهلين الرماها كستان كالدقمدة السيلع وحا كلو اي شيغاني قبل كسلة او كميدا اي قبل لدى السومالي لان اسلام اركانا انا او دل قادن دونين عثكة صو عرقلاتكو انا بتقلي دا الدقان كوغا وحانا كميدا هذا اللدو دي واول اللي بدي اقام بايليغا عقلين تواحنا هيا ناخد قول كأي سلل بالنهاية أنا عليك إيساق وكبول سيدا إياك وإذي ما دينهم بإيساق وتقل عديقا هيا عقل الله ويكون ترسيين أنكو عقل الله بالنهاية وعنكو سامرين عقل ما هدين رجع الشيقان يا إمام الله عدوبتي إيه عقل الله بالنهاية لي أدوك الله هذا الوابين وحايا إيه ميرو للهين كنتو كريا إيه ميرو للهين كنتو هنجمية في المياه إذا كنا حديقاً قولا يوم وسير كانوا شاقينا وسير كان وسير كانوا شاقينا إلا ورا القضاء علي ورا القضاء كانوا شاقينا أرنتا تفضوا معها واتو ألي يدي كسعطو واتو النور شاقتا كسعطو وعلا سلطان ياقل كما جلال وداد ما هذا يد بالوحنا شقالة بيوتو قاد دقمة السيلة يقوم الكسيل عدك استوها هذا وشقالة لكن عرش الشيخ الشذا دينك هاد تقول ما الشيخ تمشي شو لها ما مغلي كرنو ما مغلي كرنو ما مغلي كرنو دي بعد هذا كيرا يانا واتو قاعدة نقول شدتك وسير كينا ورا عدة واحد لنا هاي دبتا هالك هذا صوتا يا دتك يجي عشان يجي للشيخ يا دتك للشيخ أنا يو واحد لنا هاي ماها ما أنا مغلي كرنو ما تيتكلم مثلا هذا كونه وحكة قبو هذا حكومة كل كان سعد ورنو وين الله دهيم كان يلي ليه بس أقول سعد أنا قاعد سعد ورنو ويني واسد وي جيسنيسا وار نبت قليد هلو ددالو نيما كا حمالين تي جوغي ميشا شكشغي كل بك كمر ثور فريسانيا ما انت انت كدم بايس ما مغلي كرنو هداي داي كا جوغسن وايا واخ كا وي بدهي وسير واحد يشا ارينتا واخ كا قبو ادا حكومه دلك او غدا حكومه ما قرن ان انو خاصي حقو كا يمد ني كا شغي ما تسلل اي بور ما جوغي مو بور ما دتا كو شغتو إسحاق مو بور مو شهقتو برا صاب إسحاق جوجي هو كو قبسان وعيالك مسائل عبو كو قبسان ده شغالة جوجي شغالة هنا دل كي يقول جوجا دولة الصومال لام برا ده شغالة كين صدق يا بروي كم دي شغالة يا بروي شغالة هذا يقول حي كل يوم هكذا شغستان لكن حركة دم ب ما مغلق كرنا هذا أنا عبدلي تيجي سو جدي يقول قصير يا لنا نو اللي بدك عم بقولي دكان كبور مولي دكان كارجي سولي deegaanka dul maanta deegaankiisu leey ciisana deegaankiisu leey war waxan leelahay in badan Soomaaliya waxa doonaysa inay ictiraafsho inay horumar gaadin doonaysa nilna wuxuu sheeganaya aniga gobolkaygii buu sheeganaya u leeyahay anaale siday ku timaada adiguna had eegaysaa dad dawladdi taa ninka maalin kasta ay ku dul sheeg dulkuna dul ima kala sameynaya maaha ee waa dul waligii bisle leh alaan ku dhowray nabadaan dhowray jiritaanka Soomaaliland baan dhowray ma garan listaan seeka caliyo waxa leelahay war ku dhowrsa aqal baad tahay wax garad baad leedahay oo qoon baad leedahay aniguna waan leeyahay inta in leey wax ma garan leey waxaan ku leeyahay rag aad gobolka u sheeganaysaa waa ninkii dawladda dhaliyay weey dawladda aad ku shaqaysanayso ninkii dhaliyay saad buuha aniguna ki kor jiidada uu ogolaaday inaad ka shaqaysato Soomaaliland isku mid noqoto ogolaaday anagu ma maqli karaa hadaanahay dadka deegaanka ee gobolka hadaanahay ma maqli karo maanta laga bilaabo aqal baan leelahay aqalkaygu arkaya dhalinyar baan leelahay waamirkii ugu horeeyay aqalka guud ee gobolka Saleel iyo uqaashta degmada Xariirad ay ka hadlaan arrimaha la xidhiidha kastanka degmada Saylac iyaga oo baaq ku diray wasiirka arrimaha gudaha inuu talaabo ka qaado cid kasta oo ka hor imaata arrimaha dawladda iyo shaqada dawladda waa Cabdi Majid Ibrahim Muumin Cabdi Abraham shabakada caalamiga ah Xariirad News gobolka Saleel